الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا طاهرا. السادة الحضور في صالون العافية الثقافي، مرحبا بكم جميعا وكلكم أصحاب الصالون وأصحاب المكان في صالون العافية، صالون أسري بيجمع أصدقاء وإخوان. دايما بنشرف بوجود عدد من الشعراء والمبدعين والجمهور، كلكم قامة ويعني المنصة للإدارة، لكن المنصة الأكبر هو أنا. فمرحبا بكم في صالون عافية وبشكر كل الحضور. طبعا في ناس كانت مستمعين وفي شعر والكلام ده، فاولا انا بشكر استاذي والشاعر الكبير احمد حسن عمر، ده كتب الاسماء. انا عايز ابرز الاسماء والله ما شاء الله عليه، وتمام ختمها عوض سليمان وبركات شوقي وزراء السعاده. ده انت وزير السعاده كده.
وبرحب برئيسة جمعية اللوبياء الأستاذ فايزة مصطفى وليها باع كبير في الجمعيات والعمل المثالي بالنوبة، ويعني داعي لسيدات النوبة للثقافة والأعمال اليدوية، وعندها جمعية ما شاء الله شغالة بشغل عالي جدا، وشاعرة وأختنا نرمين عبد الله أهلا بحضرتك. ونسيت حد؟ نسيت نانا. لا بس ايوه الراجل الفنان الجميل ده. انا طبعا معانا الاستاذ حمدي سليمان. حمدي سليمان نائب رئيس الجمعيه واحد الداعمين لصالون العافيه ومن اولها، هو معانا وبيصر ان احنا نكمل. ومعانا الشاعر بس بيمشي على سطر ويسيب سطر، الاستاذ احمد عصام اللي مش معايا دلوقتي. اهلا بيك. اهلا بيك. طبعا كلنا مدونين برائد من رواد الثقافه في الوسط الثقافي دلوقتي، استاذنا وقامتنا الاستاذ دهب المجرابي. تحيه كبيره ليك. انا مش هتكلم عنه لان انا ما بحبش ان انا هنتكلم مش هنقول في حقه. ونيجي لضيفه اليوم، انا مش ضيفه، هي صاحبه مكان، لكن ضيفه نتفرد بيها الأستاذة والشاعرة الكبيرة والقديرة الأستاذة عماد تورت. والأستاذة عماد تورت صراحة حضرت يعني كل شاعر وليه مذاقه وليه رؤيته وليه كلنا يعني أو معظمنا عشان ما يبقاش كده بيطلع وينزل بيطلع وينزل، لكن ما شاء الله الله اكبر عليها مش حسد يعني، لكن هو مدح ما شاء الله. خلينا في الشعر. هي شاعره يعني انا بتهيألي ممكن تكتب في ثانيه يعني الله اكبر يعني عليها، ودايما صورها وتشبيهاتها حاجات يعني انا عن نفسي يعني بتعلم منها قصيدها مرة واثنين وثلاثة، ونحاول يعني والأستاذ عفاف ترك علامة من علامات شعر العامية في الوسط، يعني اللي ما يقراش عفاف ترك ويدرس قصايد بتاعتها ويذاكرها بيتهيألي انه هينقصوا حاجات كتير. انا بتكلم امانه وبتكلم عفويه والله. فهي علامه من علامات شعر العاميه في مصر. الفتره اللي احنا فيها نسبه شعراء العدد كتير، ومحدش يقلق من كتر عدد الشعراء، فيهم اللي اتدرب فيهم اللي فيه يعني درجات. العدد الكبير ده لما يطلع منه رموز معينة نبتدي بيها ونتعلم منها، ده حاجة كويسة جدا. وعشان ننجح لازم يبقى في أي عمل فيه رموز، فأنا بعتبر إن عفاف ترك رمز من رموز شعر العامية في مصر. الله يحفظك.